الشعبي الوطني اللجنة المالية والميزانية تستمع لعرض حول ميزانية قطاع الطاقة. بداية أتقدم بالشكر الجزيل للجنتكم الموقرة على هذه الدعوة، كما يسعدني التواجد معكم لدراسة ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2022 والتطرق من خلاله إلى ميزانية قطاع الطاقة والمناجم. قبل أن نشرع في المناقشة والإجابة على الأسئلة وانشغالات السيدات والسادة النواب، اسمحوا لي أن أغتنم بمناسبة إحياء ذكرى 67 لاندلاع ثورة الفاتح من نوفمبر المجيدة للترحم على أرواح الطاهرة لشهدائنا الأبرار والوقوف وقفة عرفان وإجلال لتضحياتهم الجسيمة من أجل أن تكون الجزائر حرة وسيدة. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. سيدات والسادة النواب الأفاضل، كما تعلمون يعرف المشهد العالمي للطاقة حالياً أزمة في بعض البلدان والمناطق، حيث على الرغم من الجهود المبذولة لتحسين كفاءة الطاقة لا تزال الاحتياجات المتزايدة من الطاقة الأحفورية محسوسة مع الضغط التصاعدي على الأسعار والمنتوجات الطاقة المختلفة وخاصة الغاز الطبيعي. وترجع هذه الوضعية أساساً إلى انتعاش الاقتصاد العالمي وبالتالي زيادة الطلب على الطاقة سيما على الغاز الطبيعي التي سجلت أسعاره مستويات عالية في الفترة الأخيرة، كما شهدت أسعار النفط منحناً تصاعدياً إذ تجاوزت سقف 80 دولار للبرميل حالياً، مسجلة بذلك أعلى مستوى لها منذ 2018. وعليه ارتفعت عائدات الدولة من صادرات المحروقات إلى 24 مليار دولار مع نهاية شهر سبتمبر 2021، أي بارتفاع محسوس ب 62% بأكثر من 62% من 9 مليارات دولار مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، أين قاربت قيمة المداخيل 15 مليار دولار أمريكي. ويرجع هذا الارتفاع من جهة إلى زيادة حجم صادرات المحروقات 22% الذي وصل إلى حدود 72 مليون طن معادل نفط، مدعومة خاصة بتضاعف صادراتنا من الغاز الطبيعي بالأنابيب ب 94% الذي تخطى 30 مليار متر مكعب خلال 9 أشهر الأولى من سنة 2021 مقابل 16 مليار متر مكعب خلال نفس الفترة من السنة 2020. ومن جهة أخرى إلى ارتفاع كبير في أسعار النفط 67%، حيث وصل معدل سعر الخام إلى 69 دولار للبرميل نهاية شهر سبتمبر 2021 مقابل 41 وصل معدل سعر الخام إلى 69 دولار للبرميل نهاية شهر سبتمبر 2021 مقابل 41 دولار في نفس الفترة من 2020، أي بفارق 28 دولار للبرميل. نفس المنحنى شهدته صادرات خارج المحروقات خاصة المنتوجات المنجمية، وأخص بالذكر هنا الفوسفات التي شهدت ارتفاعا ملموسا بأكثر من 80% في أول مرة هذه شاهدناها بأكثر من 80% لتصل إلى 1.4 مليون طن
بقيمة حوالي 10 ملايير دينار جزائري. بالموازاة مع ارتفاع الصادرات، بلغت مداخيل التقديرية لقيمة الجباية البترولية مع نهاية سبتمبر حوالي 1857 مليار دينار جزائري، مسجلة بذلك ارتفاعاً ب 29% بالنسبة لنفس الفترة من السنة الماضية، ويمثل هذا المبلغ 96% من قيمة الجباية البترولية المدرجة في قانون المالية التكميلي لسنة 2021، أي 1927 مليار دينار جزائري. سيدات والسادة النواب الأفاضل، فيما يخص إنتاج المحروقات، فقد عرف بدوره ارتفاعاً ملحوظاً ب 15% خلال الأشهر التسع الأولى من سنة 2021 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى حدود 121 مليون طن مكافئ نفط، من بينها أكثر من 77 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسوق. وفي حين بلغ إنتاج الكهرباء أكثر من 61,822 جيجاوات ساعي نهاية سبتمبر 2021 بارتفاع ب 8.8% مقارنة بإنتاج ذات الفترة من السنة الماضية، حيث وصلت ذروة الاستهلاك الكهرباء على مستوى الوطني إلى 16,224 ميجا وات خلال شهر أوت من هذه السنة 2021، فيما تقاربت قدرات الإنتاج الوطنية لا بويسونس انستالي 23,700 ميجا وات. وبالنسبة للاستهلاك الوطني من الطاقة، تشير البيانات الأولية إلى أنه تم استهلاك ما يقدر 47 مليون طن مكافئ نفط مع أواخر سبتمبر من السنة الجارية، مما يعكس ارتفاعاً بنسبة 5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بعد الانتعاش النشاط الاقتصادي والعودة التدريجية للحركة ووسائل النقل كنتيجة تحسن الوضعية الوبائية ورفع التدريجي لإجراءات الحظر. ورغم كل المجهودات المبذولة، لا زال القطاع يواجه تحديات خاصة، منها المتعلقة بتلبية الطلب الداخلي على المواد الطاقوية، لا سيما على الغاز الطبيعي الذي يعرف تزايداً مستمراً تعدى مستوى 45 مليار متر مكعب، وهذا من شأنه التأثير على حجم الصادرات، ولذا وجوب علينا المساهمة في ترشيد واستعمال العقلاني لهذه الثروات. سيدات والسادة النواب الأفاضل، وبالنسبة للآفاق المستقبلية للقطاع، يواصل قطاع الطاقة والمناجم تطبيق خارطة الطريق التي سطرها في إطار تنفيذ برنامج الانتعاش الاقتصادي الذي أقره السيد رئيس الجمهورية، والمتمثلة أساساً في تجديد احتياطات البلاد من المحروقات وزيادة الإنتاج الأولي لبخيمار، توسيع القاعدة المنجمية للبلاد، وكذلك تطوير النشاطات الخالقة للثروة وفرص العمل على غرار الصناعات التحويلية، الصناعات البتروكيميائية، وتكرير المحروقات وتثمين المواد المنجمية. وعليه فقد سمح تحسين مردودية المصافي لغافينغي، وكذا الاستعمال الأحادي للبنزين بدون رصاص، من رفع من قدراتنا الإنتاجية من الوقود والحد من الاستيراد البنزين والمازوت،
مما قلص فاتورة الاستيراد المواد البترولية إلى النصف مقارنة بسنة 2020. وفيما يتعلق بتوزيع الكهرباء والغاز، يواصل القطاع جهوده رغم المشاكل المالية التي تعاني منها شركة سونلغاز من أجل تعزيز وسائل الإنتاج الكهرباء وتطوير شبكة النقل وتوزيع الكهرباء والغاز، وكذلك مواصلة ربط مختلف أرجاء الوطن بالكهرباء والغاز بالأخص المناطق المعزولة والمحرومة، وكذا الأنشطة لخلق الثروة والشغل على غرار المستثمرات الزراعية والمستثمرين المستثمرين الصناعيين، وتتمثل الحصيلة المسجلة حتى نهاية سبتمبر كالتالي: وضع حيز الخدمة الكلية لمحطتي توليد الكهرباء. متابعينا الكرام، تابعتم معنا هذه المداخلة لوزير الطاقة محمد عرقاب إثناء مداخلته أمام نواب البرلمان